2-2، ودينامو زغرب بيفوز على بنفيكا 1-0، وفياريال بيفوز فوز مفاجأة بالنسبة لي خارج ملعبه على فريق زينت سان بطرسبرغ 3-1، ونابولي بيفوز على ريد بول سالزبورغ 3-0، وأخيرا فالنسيا بيفوز على كراسنودار 2-1. طبعا لقاءات اليوروبا ليج لقاءات بتكون كل يوم خميس، وكل الجولات بتتلعب في يوم واحد عكس دوري الأبطال اللي طبعا بيتلعب على مدار يومين، وكل يوم بيكون في أكتر من لقاء لحد ما نوصل للأدوار قبل النهائية. طبعا توتنهام بيصعد على حساب بروسيا دورتموند وبيفوز عليه 1-0، اما فريق بورتو بيفوز على روما 3-1 وبيفوز على ملعبه في البرتغال، وفريق باريس سان جيرمان بيخرج من على ملعبه امام فريق مانشستر يونايتد ب3-2، واخيرا اياكس بيعمل المفاجاه وبيفوز على فريق ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو 4-1. نروح للاخبار، وطبعا النتائج اللي قلتها لحضراتكم دي ادت الى بعض الانفجارات وبعض الاقالات وبعض الاخبار الساخنه جدا جدا والاحصائيات والارقام اللي هنقولها لحضراتكم. نبدا معاكم بنجوم مانشستر يونايتد يطالبون ببقاء سولشاير. قلنا لوكاكو ولوكشو من ابرز الاسامي اللي طلبت وعملت ثوره في بقاء المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، واللي طبعا عايز اقول لحضراتكم محقق نتائج رائعه جدا. عايز اقول لحضراتكم قبل ما نخرج من الخبر، لوكاكو احرز الهدف بعد اللي سجله في مرمى فريق باريس سان جيرمان في دقيقة و51 ثانية، واسرع هدف في مباراه خروج المغلوب في دوري الابطال منذ ان سجل وين روني هدفه بعد 63 ثانيه ضد بايرن ميونخ في مارس 2010. سولشاير بيواصل تحطيم الارقام، أول فريق تأهل بعد الخسارة على ملعبه ذهابا بفارق هدفين أو أكثر، وأيضا 9 انتصارات متتالية خارج الأولد ترافورد لأول مرة في تاريخ النادي. فتخيلوا بقى حضراتكم إن احنا بنتكلم على معجزة بيحققها سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد. طبعا يعني هنكمل بقية الأخبار. عايز أقول لحضراتكم إن في نفس هذا اليوم في عام 2012 طبعا ميسي اصبح اول لاعب في دوري الابطال يسجل 5 اهداف في مباراه واحده امام فريق بايرن ليفركوزن، وده بنتكلم على ميسي. طيب نروح بقى لبعض نكمل باقي الاخبار العالميه، واليويفا يفتتح تحقيقات مع مانشستر سيتي بشان مخالفات محتمله في قوانين اللعب المالي النظيف، وده بسبب طبعا انتهاك القواعد التعاقد مع لعيبه تحت السن القانوني هو 18 سنة. واتكلمنا قبل كده وقلنا ان باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ممكن يواجهوا عقوبه الايقاف في طبعا فتره التعاقدات الصيفيه والشتويه. روما يقيل دي فرانشيسكو بعد الخروج الاوروبي. تعالوا نشوف بقى ارقام دي فرانشيسكو مع فريق روما، ونشوف ليه دي فرانشيسكو تم اقالته من فريق العاصمه. طبعا روما وارقامه مع دي فرانشيسكو، خرج من دور 16 بدوري الابطال امام بورتو، وايضا غادر كاس ايطاليا بعد الخساره 7-1 امام فيورنتينا، واخيرا يحتل المركز الخامس في الدوري الايطالي. وبالتالي بنتكلم على ارقام سلبيه جدا مع دي فرانشيسكو اللي امكانياته وطموحاته لا تتناسب مع الجمهور الايطالي. لوكاس فاسكيز يعاني من تمزق من الدرجه الاولى في الفخذ الايسر، وده طبعا بجانب فينيسيوس جونيور اللي ايضا هيغيب عن ريال مدريد لمده 2 شهر بعد الاصابه اللي لحقت بالاثنين لعيبه في مباراه اياكس امستردام الاخيره في دوري الابطال. صحيفه بيلد بتقول كومان يغيب عن لقاء الاياب امام ليفربول للاصابه. طبعا كينجسلي كومان واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في صفوف فريق بايرن ميونخ، وبالتالي غيابه ان شاء الله يكون دفعه قويه ومعنويه لفريق ليفربول اللي عنده مباراه صعبه جدا على ملعب اليانز ارينا معقل فريق نادي بايرن ميونخ. الاصابه تبعد كارفخال عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع. كده نقول ان في 3 لعيبه هيكون غايبين عن لقاء ريال مدريد في مباراه بلد الوليد، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور واخيرا كارفخال اللي هيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، يعني شهر لشهر ونص. دعوه قضائيه ضد ريال مدريد من لوبوتيجي للمطالبه بالتعويض قدره 28 مليون يورو، يعني اعتقد لو الرقم ده لوبوتيجي نجح ان هو يحصل عليه مش محتاج يدرب خلاص، محتاج ان هو يريح ويعني يستجم بالفلوس اللي هياخدها بدون اي مجهود. وبالتالي اعتقد ان لوبوتيجي عنده حق ان هو تم اقالته من نادي ريال مدريد،
وبالتالي هو اللي ما استقالش، وهنا يحق للمدير الفني ان هو يرفع دعوه قضائيه للاتحاد الاسباني وايضا للاتحاد الدولي لكره القدم. عايز اقول لحضراتكم بالنسبه ان احنا بنتكلم على فريق ريال مدريد، ان ريال مدريد استقبل 4 أهداف في مباراه واحده على ملعبه 3 مرات فقط في دوري الابطال منذ عام 2000. المباراه الاولى كانت بايرن ميونخ وكسب 4-2، المباراه الثانيه في عام 2015 شالكا بيفوز 4-3 على نادي ريال مدريد، وعام 2019 نادي اياكس بينتصر على فريق ريال مدريد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. نكمل معاكم، وطبعا بارتوميو رئيس نادي برشلونه بيقول طبعا ميسي لديه عقد حتى 2021 وسنقوم بالتجديد مره اخرى. اكيد طبعا ميسي هو اهم لاعب في التاريخ واهم لاعب في نادي برشلونه في الوقت الحالي. ميسي يقود الارجنتين ضد فنزويلا 22 مارس والمغرب يوم 26. عايز اقول لحضراتكم على بعض الكلام اللي كان بيقال في محق ميسي امام مشاركته في مباراه المغرب. طبعا شروط مشاركه ميسي مع الارجنتين امام المغرب هيكون 3 شروط على الاتحاد الارجنتيني هو اللي شارطهم. اولا ممنوع التقاط صور سيلفي مع ميسي. 2 الحوارات الصحفيه ممنوعه. 3 لن يستبدل قميصه مع اي لاعب. 4 التدخلات العنيفه ممنوعه. واخيرا مشاركته هتكون لمده 60 دقيقه. فاحنا بنتكلم في شروط مع احترامي للاتحاد الارجنتيني هي شروط يعني لو الاتحاد المغربي يوافق بيها ده ممكن يكون لسبب تسويقي، لكن دي شروط اكيد مش موجوده في عالم كره القدم. الاتحاد الاوروبي يشرح الحاله الجدليه لركله جزاء مانشستر يونايتد امام باريس سان جيرمان. الاتحاد الاوروبي قال ايه؟ قال ان طبعا ان ركله الجزاء اللي مانشستر حصل عليها في الدقيقه 90 بعد ما الكوره لمست ايد طبعا كيمبيبي لاعب نادي باريس سان جيرمان اللي سجل من خلالها ماركوس راشفورد الهدف الثالث للفريق، قالت ان لجنه الحكام وبعد مراجعه اللقطه من كافه الجوانب شافت ان الكوره لمست اللاعب بالايد، وبالتالي نبهت حكم اللقاء للقطه علشان ينتبه ليها ويشوفها في الفار. وبعد ما الحكم المباراه راجع اللقطه بنفسه في تقنيه الفيديو شاف ان المسافه ما بين التصويبه قبل وصولها الى ايد المدافع كانت كبيره، وبالتالي لا تندرج تحت بند اللمسه الغير متوقعه، وان ايد المدافع ايضا كانت بعيده عن جسده، وده اللي جعل جسم المدافع اكبر وانه منع الكره من مواصله طريقها للمرمى، وبالتالي كان القرار باحتساب ركله الجزاء. ده يا جماعه الخبر الرسمي وبالتفصيلي الخاص بركله الجزاء الجدليه ما بين نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. عايز اقول لحضراتكم ان فريق باريس سان جيرمان بالمناسبه بما ان احنا بنتكلم عليه ان طبعا في اخر السنوات اللي كان بيلعبها في دوري الابطال من موسم 2012 2013 بنتكلم انه خرج في دور الثمانيه من اول هنا لحد عام 2015 2016، من اول 2016 لحد موسم 2019 خرج من دور ال 16، وبالتالي اخر انجاز باريس سان جيرمان حققه كان في موسم 95 لما صعد لدور قبل النهائي. تخيلوا حضراتكم ان الصرف اللي باريس سان جيرمان صرفه من 2012 لحد 2019 علشان ياخد بطوله دوري الابطال 500 مليون يورو، وبيفشل باريس سان جيرمان في الصعود الى دور الثمانيه في اخر 4 أو 3 نسخ من بطوله دوري الابطال. ارقام كبيره جدا بتدفع، لكن المهم هو شخصيه البطل وليس الاموال اللي بيتم صرفها. فريق مانشستر بيلعب بشباب صغير لكنه صعب عشان عنده شخصيه البطل. رانييري يصل الى روما تمهيدا لتولي تدريب الفريق حتى نهايه الموسم. رانييري واحد من الاسامي الكبيره جدا في عالم كره القدم، وانا اتوقع انه ينجح مع فريق روما. الاتحاد الافريقي يتوقع مشاهدة قياسية لقرعة أمم أفريقيا، نتمنى ذلك إن شاء الله، بطولة من أكبر البطولات العالمية على صعيد المنتخبات في العالم. إن شاء الله يعني إن شاء الله مصر قادرة على تنظيم أيا كان القرعة أو البطولة نفسها بشكل مشرف وبشكل محترم، وكمان هنبدأ من القرعة نفسها إن هي تكون شرف وفخر لمصر ويتابعها أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام طبعا بشكل مختلف في العالم كله إن شاء الله. بيتر تشيك أرسنال قادر على بلوغ ربع النهائي لبطولة دوري الأوروبي.
وفان دايك يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول. حقه الصراحة لاعب يعني صمام من الركائز الأساسية اللي موجودة في دفاع فريق ليفربول، وبالتالي لا غنى عنه مع فريق ريدز. طبعا فان دايك عنده مهمة قوية جدا في اللقاءات القادمة، وبالأخص لقاءين، واحد أمام فريق توتنهام وواحد ضد فريق تشيلسي، اللي هيكون مسؤوليته وشغله الشاغل هو تأمين الدفاع وعدم السماح لأي رأس حربة أو لاعب مهاجم أو لاعب وسط ملعب مهاجم إن هو يسجل هدف في مرمى شباك فريق ليفربول. برشلونة يحتفي بأن ماريا ساجي أول امرأة تنضم لمجلس إدارته. زي ما حضراتكم عارفين إن موضوع مجالس الإدارة، إن مجلس الإدارة وإن الأعضاء اللي موجودين في أوروبا بيكون مختلفين عن مصر بشكل عام يعني. طبعا سنة 34 ده كان آخر مرة كان موجود، أو من 34 لحد عام 2019 ما كانش موجود ولا عضوة مجلس إدارة في نادي برشلونة. لكن طبعا 34 طبعا بنتكلم على إن كان أول عضو مجلس إدارة، لكن بنتكلم إن طبعا أنا ماريا دي أول امرأة بتنضم لمجلس الإدارة وبرشلونة بيحتفل بيها، وبالتالي طبعا يعني خبر مهم جدا بيدل على مدى وأهمية وجود عضو مجلس إدارة، وبالأخص يكون امرأة في الأندية بشكل عام سواء في مصر أو سواء خارج مصر. وطبعا الصوت النسائي بيكون ليه أهمية كبيرة جدا، وشفنا على صعيد النادي الأهلي طبعا دكتورة رانيا علواني، وأيضا كمان في اتحاد كرة القدم، وفي أي مكان بيكون موجود في مجلس إدارة أعتقد أن الصوت النسائي ليه أهمية كبيرة جدا. رئيس نادي ليون سنواصل الحلم رغم أفضلية برشلونة. يعني نتكلم بقى بما ان الكبار كلهم خرجوا، يا خوفي برشلونه تخرج هي كمان وريال مدريد وجمهوره يفرحوا فيه جمهور نادي برشلونه. لكن جميله جدا يعني عايز اقول لحضراتكم ايه، ان بقت الكره الاوروبيه في مصر بقت عامله حاله ممتعه وحاله رائعه جدا، بنشوف جمهور لبرشلونه وجمهور لريال مدريد، لكن ممكن نشوف مثلا في نفس الوقت واحد بيشجع مانشستر مع برشلونه. لكن الريال وبرشلونه ده ليه مذاق خاص جدا جدا واهميه رائعه جدا، حتى هنا واحنا وجودنا هنا في القناه، خارج القناه، ما بين اصدقائنا، ما بين كل الناس اللي نعرفهم، هتلاقي اكيد على الاقل واحد بيشجع ريال مدريد وممكن معاه مثلا فريق مانشستر، او واحد بيشجع برشلونه ومعاه مثلا نادي اي سي ميلان، وبالتالي هتبقى يعني المنافسه وكل واحد هينكش التاني كده في الكره الاوروبيه ده لحد بقى عمر طويل ولحد ما كره القدم دي تنتهي على خير. رئيس نادي ليون تاني بيقول سنواصل الحلم رغم افضليه برشلونه، وباتريك كلايفت الصغير يقود قائمة نجوم هولندا أمام منتخب مصر. خلصنا معاكم أخبار الكرة العالمية. طبعا ده كلايفرت الأب وده كلايفرت الابن، وفي النص الاثنين واقفين مع بعض. الكل بيتوقع ليه كلايفرت الصغير أو كلايفرت الابن يكون ليه مستقبل رائع مع نادي روما اللي بيلعب فيه أو بيقوده حاليا مع دي فرانشيسكو اللي تمت إقالته، وبالتالي رانيري هو اللي يكون المدير الفني لنادي روما. نروح لأخبار المحترفين المصريين ونشوف إيه اللي موجود. ويورجن كلوب تصريح على لسانه بيقول صلاح صاحب الفضل في المنافسة في منافسة ليفربول على البريمير ليج، تصريح في وقته وأنا أتفق مع يورجن كلوب 150%. صلاح في الفترة الأخيرة محتاج دفعة معنوية، محتاج دفعة نفسية، وبالتالي يورجن كلوب ما بيقولش كلام من فراغ، علشان كده يستحق فعلا إن احنا نقول عليه إن هو أفضل مدير فني في العالم بيتعامل نفسيا مع اللعيبة. الاتحاد اليوناني يؤجل إعلان نتائج التحقيقات في واقعة عمرو وردة وجمهور آيك. قلنا الأسبوع الماضي إن كان في مشادة حصلت ما بين جمهور آيك أثينا وعمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس في بطولة الكأس اليونانية، وبالتالي فتح تحقيق مع الطرفين طبعا بخصوص عمرو وردة بخصوص الجمهور اللي كان حاضر المباراة، لكن لسه ما اتخذش أي قرار بالنسبة للتحقيقات اللي بيحقق فيها الاتحاد اليوناني لكرة القدم. بيكفورد تعهدت على نفسي ألا يسجل محمد صلاح في إيفرتون. بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي واحد من أفضل الحراس اللي موجودين في العالم، بيقول إن بعد ما فشل محمد صلاح نجمنا المصري في تسجيل هدف في مرماه، قال إن هو أخذ عهد على نفسه إن محمد صلاح أبدا ما يسجلش في شباكه طول ما هو واقف في مرمى إيفرتون. برمنغهام لايف، احمد حجازي يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل. انا بقول لحضراتكم الخبر ده طبعا على لسان وسائل الصحافه ووسائل التواصل الانجليزيه والعالميه، بس انا اقول لحضراتكم الخبر ده
ممكن بنسبه 50%. انا اقول لكم ان هو غير صحيح، مش عايزين نقفل الباب تماما، لكن 50% اعتقد ان الخبر بعيد كل البعد عن تعاقد ريال مدريد او حتى اهتمام ريال مدريد باحمد حجازي. احمد حجازي لاعب كبير جدا بالمناسبه، انا مش بقول الكلام ده ان انا بقلل من حجم احمد حجازي، لكن احمد حجازي هدفه الاول حاليا هو الصعود مع نادي ويست بروميتش وايضا الصعود مع نادي، واذا فشل ينتقل الى الدوري الانجليزي الممتاز. وقلتها مرارا وتكرارا، لو احمد حجازي فشل ان هو يكون موجود الموسم القادم في الدوري الانجليزي الممتاز فاهلا به في ناديه مره اخرى وهو النادي الاهلي. احمد حسن كوكا ناعد الجماهير بالتتويج بكاس الامم الافريقيه. تصريح مهم جدا من لاعب متالق مع نادي اولمبياكوس في الفتره الاخيره، تعاد تالقه، تعاد توازنه، وزي ما حضراتكم متابعين الاخبار وبتسمعوها بتشوفوها معانا، احمد حسن كوكا ان شاء الله يكون ليه وجود وتاثير مهم جدا مع المنتخب خلال الفتره القادمه. ايضا احمد حجازي يحسم عروض الرحيل عن ويست بروميتش بعد كاس الامم الافريقيه، يعني بعد نهايه الموسم مع ويست بروميتش، لو صعد مع ويست بروميتش خير وبركه، ما صعدش هيبقى التركيز في الذهاب الى الدوري الانجليزي الممتاز او حتى الرحيل عن ويست بروميتش ولكن الى دوري ممتاز اخر سواء ايطاليا او سواء الدوري الاسباني. واخيرا محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ يتالقان في ميران قاسم باشا استعدادا لجوزنتيبي التركي. اخر الاخبار بقى الخاصه بالاخبار العالميه بشكل عام، خبر من دوري ابطال اوروبا لكره اليد ان هو خلاص بيدخل المرحله الاخيره، وبلغت منافسات بطوله دوري ابطال اوروبا للانديه رجال لكره اليد مراحلها الختاميه بعد تاهل 16 فريق الى مرحله خروج المغلوب، وتعد انديه برشلونه وباريس سان جيرمان وفلنسبورغ ونانت ومونبلييه ابرز المتاهلين للدور الثاني من عمر البطوله الاوروبيه. نروح لخبر خاص بالان بي اي، سيلفر زياده نفوذ نجوم الان بي اي على راس تحديات البطوله. طبعا ادم سيلفر مفوض دوري كره السله الامريكي ان بي اي ان اعتماد انديه الدوري الامريكي للمحترفين على ابرام العقود قصيره الامد مع اللاعبين على راس التحديات التي تواجه البطوله الامريكيه التي تؤرقه هو شخصيا، خاصه ان اليه التعاقدات الجديده لم تحمي اللاعبين اصحاب الرواتب المتدنيه في اندياتهم كما كان مخطط له، بل ساهمت في زياده نفوذ نجوم الدوري المحترفين في حريه الانتقال من نادي الى اخر. وطبعا ملاك انديه دوري ان بي اي قرروا الاعتماد على تلك الاليه التعاقديه لحمايه انديتهم من الصفقات دون المستوى وحمايه اللاعبين كذلك من التعثر في حاله الحصول على اجور متدنيه. خلصنا مع حضراتكم ابرز الاخبار وابرز النتائج اللي كانت موجوده في طبعا الاسبوع بقى الماضي والاسبوع الحالي وايه اللي بيحصل في كره القدم العالميه، وخدنا معاكم كمان ان بي اي